استخدام حبال الرنر. كما نتابع على الجمعين الثاني والثالث طلبة الكلية وهم يستعرضن تشكيلات عنكبوتية، وهي تشكيلات تستخدم في اقتحام أكثر من نافذة في آن واحد. ونتابع سرعة نهوض الطلبة بالحبال من المناطق العالية إلى الأهداف الأرضية. إنما تضمن أمام أعينكم هو ثمرة دور تدريبي عال لطلبة كلية الشرطة طوال فترة دراستهم بالكلية. يستعرض الطلبة الآن التشكيلات العنكبوتية على البرجين الثاني والسادس. كما يتابع الطلبة الهبوط بحبال الرمص من البرجين الأول والسابع. يستعرضون قدراتهم العالية وشجاعتهم الفائقة في موجات متتالية من القفز من أعلى الأبراج. إنهم حقا خيرة الشباب يحفظون للوطن الأمن والأمان.